لينزاجي داخل منطقة 18 بيحاول لينزاجي بيلعب على العرض عالية بيدخل على طول رامي ريزا وتقطع مرة ثانية لحد باجو باجو ضربة جزاء تصطف في ايد رخاص ما بدها فاول ولكن الان روبرتو باجو هو وين نيلسون تابيا ومحاولة وتركيز من روبرتو باجو وهدف هدف التعادل روبرتو باجو 2-2 كوستا كورتا وباجو بيتركوها كلها لكوستا كورتا بيحاول يسدد بيسدد حلوة يا سلام يا نيلسون تابيا بيحاول عدي توصل مرة ثانية بتشات فتشات كرة خطيرة من البرتيني وركنية لصالح المنتخب الإيطالي والركنية نفذت الآن كرة عالية وخطيرة تنحط جول والهدف الأول لمنتخب إيطاليا الهدف الأول في المباراة بعد سيطرة إيطالية كانت واضحة واللاعب الايطالي الجديد دي بياجيو موريرا لمنتخب ايطاليا خطره فيري جول جول هدف ايطاليا الثاني عن طريق كريستيان فيري الهدف الايطالي الثاني بقدم كريستيان فيري يؤمن بالتالي الفوز الايطالي هنا في مونبلييه محاولة ايطالية خطيرة جدا الان للامام جهة اليساندرو ديلبيرو والمحاولة مستمرة مع فيري حطها جول جول والهدف الثالث ايضا لكريستيان فيري لصالح المنتخب الايطالي وديلبيرو العائد للتشكيله الاساسيه الايطاليه ديل بيرو بالتوزيع والهدف الاول عن طريق فييري فييري يفتتح النتيجه لصالح المنتخب الايطالي امام النمسا هدف لصفر وفرحه الجمهور الايطالي هنا في ملعب سان ديمي برصيد 4 نقاط وفرصة كبيرة للمنتخب الإيطالي إنزاجي وروبرتو باجو يضيف الهدف الثاني لصالح المنتخب الإيطالي روبرتو باجو فيريز زامارونا باتستوتا بيرهوف هرنانس يعني ما شفنا شيء أبدا إلى الآن كل شيء عادي عدائلي تقريبا هو اللي لامع ولكن ما هو نجم بمستوى مارادونا وبمستوى هذه الاسماء الكبيره الكرة اللعب على طول توصل للنيرو قدام الجول يحطها مباشره ويبعدها على طول المدافع يبعدها وفرصه كانت انما تدخل كانافارو والكره ترجع مره ثانيه وتوصل لدبياجيو دبياجيو يلعبها لفيرو فيرو الكره معاه فيرو الكره معاه فيرو شوف الجول فعلا لعدد من المدافعين ايطاليا الان ستنسى ديل بيرو تنسى باولو روسي زمان راح تنسى ايضا كل هذه الاسماء وراح تتذكر هداف كاس العالم من الان بخمسة اهداف هو فيري لعب هذه المباراة قبل هذه المباراة باربع اهداف ويلعب هذه المباراة الان ويسجل الهدف الخامس لشخصية في هذه البطولة والاول في هذه المباراة وتتقدم ايطاليا على النرويج بهدف يتقدم ويسجل 1-0 ضربة الجزاء الأولى ناجحة زين الدين زيدان يوبي أيضا لاعب يوفنتوس روبرتو باجيو يتقدم ويسجل بيكسنتي لزرازو يتقدم ويخفق لزرازو يخفق الإخفاق الأول البرتيني وبارتيز ممتازة من بارتيز الآن
المنتخب الفرنسي. تريزيجيه يسجل، تريزيجيه تصبح الاسبقيه لصالح المنتخب الفرنسي. كوستا كورتا يتقدم ويسجل. بارتيز اتجه نحو الاتجاه السليم لكن لم يتمكن من التصدي للكره. احسن هداف في المنتخب الفرنسي خلال يسجل تيري هنري. 3-2. نفس الشيء، باليوكا اتجه نحو الاتجاه السليم لكن الكره كانت قويه مره اخرى من ام فرنسيه واب ايطالي ويسجل بنتيوز. 3-3. بالطبع ضربة جزاء الخامسة والأخيرة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. لوران بلون يتقدم ويسجل، ممتازة قوية. 4-3. وبالطبع ضربة الجزاء الأخيرة الآن هي الخامسة، إذا يوفق فيها المنتخب الإيطالي يكون التعادل والمرور. لويجي، لويجي دي باجيو لاعب روما 27 سنة، هو مباراته الثامنة. لويجي على العارضة وانتهى بترشح المنتخب الفرنسي على العارضة، والمنتخب الفرنسي منظم نهائيات كأس العالم مونديال فرنسا. مسؤولية كبيرة للويجي دي باجيو، المباراة الثامنة، يكون اللاعب الأخير بالنسبة للمنتخب الإيطالي، وفرحة كبرى هنا في ملعب سان دوني بترشح المنتخب الفرنسي بفضل ضربات الجزاء او الركلات الترجيحيه. 4 ضربات جزاء مقابل 3.